صار عمان واردين بالعهد القديم بيعقوب، كلنا بنعرف قصة يعقوب عندما بيقول فصار مع الله مع الملاك اللي شافه وغلبوا الملاك، و بيقولوا خلع حقه فخذيه. ليه هلا يعقوب قصة ثانية طويلة، ولكن يعقوب أيضا كان يتكل على رجليه، ولكن مو بطريق الرمل. يعقوب اللي بعدين صار إسرائيل، يعقوب كان راح سرق من أبوه البخورية، سرق سمعتوا أول حاجة، هذه المنصرة المتطاولة على الإسلام تتهم نبي الله يعقوب بإيه؟ سرق البكورية. سرق إيه تاني؟ استنى، من اخوه وهرب، راح لعند لابان ايضا حماه اشتغل له، بعدين سرق منه الاملاك. قام رايح عند حماه اشتغل عنده، أيوه، قام سرق الغنم بتاعه، سرق حماه. ما أنا أحسنت يا سلمى والله، أحسنت يا نونة، نور، أحسنتي والله. إذا كان هي بتشتم في الرب بتاعها هيسلم منها الأنبياء؟ إذا كان هي بتشتم في الرب تبعها هيسلم منها الأنبياء؟ سرق البكورية بتاعت أخوه، خلص، قام جاي رايح لحماه وسارق حماه. أمال إيه يا عم، ده مفيش بعد كده بقى. كان عم يسرق هيك، لو وصل ربنا خلع حق تقدير انه تعال بقى تعتمد على قوتك الارضيه، آه تسرق وتهرب، تسرق وتتنقل، تسرق الى اخره. فانت بدي اعطيك تصير اسرائيل، بدي اعطيك تصير امه عظيمه بنفس الطريقه، بس اللي هي اشتغل عليها كثير. سرتك كأس مدوره العبد، دخلنا في السرة، دخلنا في الأعراق. لا يعوزها شراب ممزوج. يعني لو سمعت عريس تغزل بالسره، يعني شوف السؤال بتاعها البريء، الرب عندهم بيقول لعروسته، الرب بيتكلم عروسته بيقول لها سرتك كاس مدورة. فبيقول لك كده، أنت عمرك شفت عريس بيتغزل بعروسته بالسرة؟ والله إحنا كده في عندنا حاجة من الاتنين. في ناس عرسان بيتغزلوا في عروستهم بكل حاجه، حتى مناخيرها بيتغزلوا بكل حاجه. وفي ناس تانية ان كان الغزل ده وحش يبقى ربكم كلام وحش، وتغزله تغزل عبيط. ليه؟ لو كان تغزله وحش يبقى تغزل عبيط. لا بس بصراحه تغزل الرب عندهم للعروسه بتاعته فعلا تغزل عبيط. ازاي؟ هو فعلا التغزل وحش لما يقول لواحده ما اجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم. هو انت كده المفروض انت كده ما بتتغزلش في رجليها هي، ده انت كده تتغزل في الشبشب، لانها من غير الشبشب مش حلو، رجلها مش حلوه. اما رجلها حلوه بايه؟ رجلها حلوه بالشبشب. فالتغزل نفسه هنا يبقى التغزل مش كويس. يعني مثلا واحد رايح يعاكس واحده او بيعاكس خطيبته، فيقول لها ما اجمل رجليك. لا، يخش كده خطيبته اسمها مثلا ايه؟ قطه. اي قطه، جمال رجليكي بالشبشب يا قطه. هتعمل ايه؟ هتقوم قالع على الشبشب وضربها بيه، وضربها بيه بالشبشب. ايه هو اللي بالشبشب؟ ما تقول حاجه حلوه. فهنا الرب عندهم قام قايل ايه؟ قام اول ما طلع قام قايل سرتك، قام متغزل بمراته. الرب عندهم اتغزل بمراته، اتغزل بعروسته، اتغزل في عروسته بالسره. يعوزها شراب ممزوج، سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج. دعني قد سمعت عريس غزل بالسرة، يعني دول اللي بطنك شبرة حنطة مسيجة بالسوسن. أيضا البطن مثل ما قبل شوي قالت له، بطنك جوفة أو مشاعرها محاطة بالورود من كل مكان. هي بيقول لها تماما، بطنك سبرة حنطة، الحنطة اللي هو القمح، هذا مصدر الخير للناس. يا سلام، بكمل بيقول لها ثدياك كخشفتين توأمين ظبي. اهو بقى دخل في التقيل بقى. الرب عندهم بيتغزل بالعروسه بتاعته في التقيل. قال لها ايه؟ ثدياكي. خش بقى انت بتوع المصارعه. قال لها ايه؟ بكمل بيقول لها ثدياك كخشفتين توأمين ظبي. ايضا الصبيان قبل شوي قلناهم هن مركز الغذاء، وهن الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. يعني كده الرب عندهم لما بيقول لعروسته فدياكي كتوأمي ظبية، عاملين زي ولد غزلتين توأم. لما بيتشبه بعروسته بيعاكس العروسة بتاعته، الرب عندهم بيعاكس عروسته بيقول لها فدياكي كغزلتين توأم. بتقول لك ده العهد القديم والعهد الجديد. يعني على كده
كتاب ده الكتاب المقدس. لما نيجي نقول كده في عهدين، عهد القديم وعهد الجديد، الثدي القديم والثدي الجديد. ما هو ده ما يبقاش المفروض الكتاب المقدس، يبقى الثدي المقدس، الثدي القديم والثدي الجديد. لما يجي نطلب بعد كده بقى اما تحاوروا حد من النصارى، اما يجي يقول له، قول له افتح لي الثدي الجديد. ده انا مش عايز اقول الكلمه بالعاميه اللي هي اولها به واخرها زي، افتح لي الثدي الجديد وارضع، افتح لي ثدي انجيل متى الثدي الجديد، او افتح لي سفر نشيد الانشاد الثدي القديم. يا عم الهبل، ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ يعكس عروسته ويقول لها مش عارف ايه، اخصع السفاله وقله الادب. لأن مركز الغذاء هذا مصدر الخير للناس. بكمل بيقول لها ثدياك كخشفتين توأمين ظبيا. أيضا الثديان قبل شوي قلناهم هن مركز الغذاء وهن الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. مثل ما قلنا قبل شوي، فهي بيقول الرسول بولس صرت كالمرضعة لأولادها، الرسول بيعشقها الرب الإله. فبيقول لك قبل شوي قلنا ايه بولس بيقول صرت كالمرضعة. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض، بولس بقى مرضعة، بقى بيرضع. خربطوها، ايه ده؟ حتى بولس ما طلعش من الليلة، بولس بقى بيرضع. يا سلام عليك يا مصر، المرضعة